بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في شابتر جديد بعنوان الماجنتيك فيلدز، المجالات المغناطيسية. إيش هو المجال بشكل عام؟ خلينا كده بس نعمل زي الريفيجن. إحنا أخذنا الإلكتريك فيلد صح، وقلنا الإلكتريك فيلد هو مجال كهربائي بشكل عام. فيزيائيا ما هو الفيلد المجال؟ يقول لك هو الحيز من الفراغ الذي يظهر فيه تأثير هذه الظاهرة الفيزيائية. فلو كان مجال كهربائي فهو حيز من الفراغ يظهر فيه تأثير إيش؟ المجال الكهربائي. ولو كان مجال مغناطيسي نسميه إيش؟ حيز من الفراغ يظهر فيه تأثير هذه الظاهرة الفيزيائية وتسمى مجال مغناطيسي. أوكي؟ طيب الآن راح نرمز لي الماجنتيك فيلد المجال المغناطيسي بالرمز بي. طبعا هو كمية متجهة له مقدار واتجاه. طيب السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، What produces a magnetic field؟ ما هو مصدر إنتاج المجال المغناطيسي؟ بكل بساطة أنا كاتب لك جملة هنا بالعربي، هي ترجمة الكلام كله هنا في في في, في, في السلايد هذا. بكل بساطة يقول لك ما هو مصدر إنتاج المجال المغناطيسي، What produces a magnetic field؟ الجواب هي حركة الشحنات الكهربائية، حركة الشحنات الكهربائية، moving of إيش؟ electrically charged. بمعنى عندما تتحرك الشحنات يتكون حولها مجال مغناطيسي magnetic field بكل بساطة. فشوف رسم توضيح هنا، رسمت مثلا عندي هنا شحنة أوكي فيها مجال كهربائي صحيح، هذا اتفاقنا أخذناه في الشباتر السابقة. لو تحركت الشحنة الآن هنا من هذه النقطة إلى هذه النقطة حيكون في مجال كهربائي ما اختلفنا، لكن لما تتحرك الشحنة أوكي فرح ينشأ أيضا ما يسمى بالماجنتيك فيلد ورمزها بي. أوكي إذا بكل بساطة في السلايدين هنا ما هو مصدر إنتاج المجال المغناطيسي، حتقول لي موفينج إلكتريكالي تشارج. اوكي فتعال نقرا الكلام هذا اللي هنا. يقول لك احنا عندنا حالتين او مصدرين لانتاج الماجنتيك فيلد. الحاله الاولى لما تتحرك الشحنات الكهربائيه مثل التيار في السلك، وهذا كلام شرحناه في السابق. التيار اصلا عباره ايش هو؟ ما هو عباره عن سيل من الالكترونات او الشحنات التي تنتقل وتتحرك ايش خلال زمن محدد. فالحركة هذه ينتج عنها magnetic field أوكي، ويسموها electromagnetic اللي هي الكهرومغناطيسية. بمعنى آخر التيار الكهربائي ينتج لي مجال مغناطيسي. الحالة الأخرى أو المصدر الآخر لإنتاج magnetic field اللي هو زي ما قلنا لكم حركة الشحنات الكهربائية. يقول لك البروديوسر هنا بيقول لك elementary particles such electrons. الالكترونات احنا عارفينها ايش تتحرك، لان هذه الالكترونات اوكي تتحرك، فبسبب حركتها ينتج مجال مغناطيسي. اوكي طيب بيجي بيقول لك طيب احنا نعرف في مغناطيس زي المغناطيس مثلا اللي حطه على الثلاجة تمام، مغناطيس الصناعي او المغناطيس اللي هو البراجون، اي حاجة مغناطيس اللي احنا نعرفه سواء كان طبيعي او صناعي مما يتكون. يقول لك المغناطيك يتكون من two poles من قطبين، فعشان كده يسموه magnetic dipole تمام. المغناطيس ثنائي القطب، انا ترجمت لك اياه هنا المغناطيس ثنائي القطب. يعني اي مغناطيس سواء كان طبيعي ولا صناعي يتكون من قطبين، قطب يسموه قطب شمالي وقطب جنوبي. النورث شمال، نحطها كده بلون احمر، قطب شمالي والقطب الجنوبي الساوث جاي من كلمة الجنوب. أوكي
إذن المغناطيس تتكون من قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي. أوكي، two poles، south poles و north poles. ولأنه المغناطيس له قطبين فيسمى magnetic dipole. جيك صح وخطأ. طيب الآن راح نتكلم زي ما احنا تكلمنا في المجال الكهربائي. ايش كنا نقول في الالكتريك فيلد؟ لما عمل لك مراجعة ايش قلنا؟ المجال الكهربائي تمام، اي شحنة سواء كانت موجبة او سالبة ينشأ حوالينا مجال كهربائي الالكتريك فيلد. خطوط المجال الكهربائي قلنا دائما وابدا قلنا ايش؟ تخرج من الشحنة الموجبة، صح، خارجة من الشحنة الموجبة وتدخل على الشحنة السالبة، صحيح، بهذه الطريقة، خارج من الموجب وداخل على السالب. الآن أنا ما عندي شحنة موجبة وعندي شحنة سالبة. أنا في المغناطيس عندي قطب شمالي يسمى N جاي من كلمة North، وقطب جنوبي يسمى S جاي من كلمة South. بنفس الطريقة يقول لك خطوط المجال المغناطيسي magnetic field lines تخرج من القطب الشمالي وتدخل على القطب الجنوبي، يعني بهذا الشكل. لو أنا عندي هذا القطب تبع المغناطيس قطب الشمالي وهذا القطب الجنوبي، هذا N وهذا South، فيقول لك تخرج من القطب الشمالي بهذه الطريقة وتدخل على القطب الجنوبي بهذه الطريقة، واضح؟ إذن خطوط، ها حتى شوف الرسمة هي، لاحظوا، ها تخرج من القطب الشمالي أوكي وتدخل على القطب الجنوبي. لو جينا طبقنا هذا الكلام على المغناطيس، لاحظوا معايا، ها تخرج من القطب الشمالي وتدخل على القطب الجنوبي، واضح؟ كمان لاحظوا انه ايش في شيء ثاني، انه احنا في المجالات الكهربائية كنا نقول عندي مثلا قطب موجب او قطب سالب، صحيح، وقلنا دائما خطوط المجال، اتكلم على الالكتريك فيلد، لا تلخبطوا. في المجال الكهربائي قلنا خطوط المجال الكهربائي تكون خارجة من الشحنة الموجبة، صح، خارجة من الشحنة الموجبة وتدخل على الشحنة السالبة، صحيح، بدي الطريقة. ومو شرط يكونوا ايش، مو شرط يكون عندي شحنه موجبه وشحنه سالبه في نفس السيستم، ممكن هذا اخذه الحال او اخذه هذا الحال، يعني ما يكونوا ايش، مو شرط يكون عندي شحنه موجبه وشحنه سالبه، اوكي، فعادي يعني هذا ممكن يكون، ممكن الخط هذا يمتد لما نهايه. لو انا ما عندي الشحنه السالبه هذه، فخطوط المجال الكهربائي تمتد مثلا لو خارج من الشحنه الموجبه تمتد لما لا نهايه، صحيح، لو انا ما عندي الا ايش، شحنه موجبه. نفس الكلام ينطبق على الشحنة السالبة، احنا قلنا خارج من الشحنة الموجبة وداخل على الشحنة السالبة، انا اتكلم على المجال الكهربائي، فيكون داخل على الشحنة السالبة ويخرج، يعني يمتد لما لا نهاية، صحيح. لكن في ال ال في ال في القطب او في المغناطيس، المغناطيس له قطبين، صحيح، له قطب شمالي نورث وله قطب جنوبي، ودوب قلنا الماجنتيك فيلد لاين خارجة من القطب الشمالي وتدخل على القطب الجنوبي، خارجة من القطب الشمالي وتدخل على القطب الجنوبي. وإيش تلاحظوا؟ إنه النورث والساوت مرتبطين ببعض، بمعنى هذه الحركة تكون داخل مسار مغلق، أوكي، فهمين الفكرة؟ بعدين تخرج من القطب الجنوبي وتدخل على القطب الشمالي وهكذا، واضح. فشوفوا هنا انا كاتب انه الماجنتيك فيلد لاينز هي ايش؟ تكون داخل مسارات مغلقه، تخرج من القطب الشمالي تدخل على القطب الجنوبي. لاحظوا هنا في الرسم، لاحظوا، ها تخرج من القطب الشمالي وتدخل على القطب الجنوبي بهذه الطريقه في مسار مغلق، خارج من القطب الشمالي تدخل على القطب الجنوبي في مسار مغلق، شايفين؟ واضح؟ فهذا فرق بين خطوط المجال المغناطيسي الماجنتيك فيلد وخطوط المجال الكهربائي. نفس الكلام
اوكي نفس الكلام هذا اللي هنا ونفس الكلام نعيده. خلينا اقرا لكم اياه هنا، انا بس ملخصه، لاحظوا معايا هذا الكلام قلنا اللي هو لما الشحنه تتحرك ينتج عندي مجال ايش؟ مغناطيسي. وفي شيء يسمى الكترومغنتيك الكهربيه المغناطيسيه، التيار ينتج لي مجال، تمام، مجال مغناطيسي، وممكن نستخدمه لايش مثلا؟ في اشياء كثيره. طيب هنا هذا البيرمانيت ماجنتيك، هذا مش عليكم، اوكي. طيب هنا قبل ما نرجع للسلايدز، اوكي، خلينا نقرا ونرجع بعدين، هو بس هنا مرتب الكلام هنا. اذا نجي نعرف الماجنتيك فيلد، اول شيء رمز المجال المغناطيسي هو بي، ولانه كميه متجهه حط ايش فوقه؟ السهم اللي فوق هذا. يقول لك اذا انا عندي شحنه، احنا اتفقنا انه حركه الشحنات ينتج عنها مجال مغناطيسي، ونعرف ان اي شيء في الدنيا لما يتحرك الحركه ايش تنتج؟ سرعه، يعني في سرعه، ما في جسم يتحرك وما في له سرعه، اوكي، في. اذا نفس الكلام ينطبق على ايش؟ حركه الشحنات. لما الشحنه تتحرك معناته في سرعه، لما تتحرك ويكون في سرعه سوف ينشا مجال مغناطيسي، ماجنتيك فيلد. فجيت انا لخصت لك الكلام اللي هنا، اقول لك اذا انا عندي شحنه كيو تتحرك داخل مجال مغناطيسي، او تتحرك داخل مجال مغناطيسي بي، وبسرعه قدرها سرعه متجهه فيلوسيتي، سوف ينشا عنها قوه مغناطيسيه اف، رمز القوه، والبي جاي قوه، قوة مجال مغناطيسي تؤثر على هذه الشحنة، تعطى بالعلاقة التالية: المجال المغناطيسي بي يساوي قوة المجال الناشئ أو القوة المغناطيسية المؤثرة على الشحنة مقسومة على الكيو الشحنة مضروبة في السرعة. جيت شرحت لك الملاحظات هنا: المجال المغناطيسي بي والفي سرعة الشحنة، والاف بي القوة المغناطيسية المؤثرة على الشحنة. إذا سوف ينتج قوة مغناطيسية تؤثر على الشحنة، تمام، عندما يتحرك أو عندما تتحرك هذه الشحنة بسرعة قدرها في داخل مجال مغناطيسي. جيت رتبت لك المعادلة، لو ضربت طرفين في وسطين، لاحظوا معي، طبعا لاحظوا أنا زمان بعيد وأكرر إنه هي كمية متجهة، بما أن الطرف اليمين عندك قوة وهي كمية متجهة والسرعة كمية متجهة، إذا طبيعي الطرف اليسار ايش؟ حيكون كمية متجهة، له مقدار واتجاه. طيب لو جيت رتبت المعادلة وضربت طرفين في وسطين، صار عندك الـ FB يساوي حاصل ضرب الشحنة في السرعة في المجال المغناطيسي، مقدار المجال المغناطيسي. طيب وهذه العلاقة تحفظ، تعطى بعلاقة التالية: الـ FB اللي هو قوة المجال أو القوة المغناطيسية المؤثرة على الشحنة عبارة عن حاصل ضرب الكتلة، أو سوري، حاصل ضرب الشحنة في السرعة. لاحظ معايا، حط لك كروس، أذكرك أنا عندي نوعين من الضرب: دوت برودكت اللي هو A دوت B، وعندي A كروس B. لو ما ندي تذكرتك إنه A دوت B يكون معاه إيش؟ كوساين الزاوية، ولما نقول A كروس بي يكون معاها ساين الزاوية. هذا قلنا يسمى ضرب اتجاهي، دائما ينتج لي متجه. تعال نطبق هنا في القانون حقنا، يقول لك الاف بي القوة المغناطيسية المؤثرة على الشحنة عبارة عن حاصل ضرب الشحنة في السرعة متجهة، والسرعة اعمل لها ضرب اتجاهي مع البي. وزي ما قلنا لما نفكها حيكون عندك F الكيو عبارة عن V السرعة في البي في ساين الزاوية. لاحظ معايا، هذه الزاوية هي الزاوية بين الفيلوسيتي والمجال المغناطيسي، اوكي، واضحة النقطة هذه. طيب تعال، هذا كلام هو موجود عندكم بس انا ملخصه هنا، نفس الكلام اللي هنا، اوكي، هذا كلام هنا، يعني هو القانون في النهايه ده،
هو نفسه ده. طيب قبل ما أقرأ الجملة هذه تعال إيش أقرأ لك الكلام اللي هنا. جيت أنا كمان جيت فصلت لك في القانون شوية نفس الكلام هنا، كان مفصل بطريقة أفضل وأجمل. لاحظ معايا، جيت عدت لك كتابة القانونين وجيت قلت لك، جيت وضحت لك كل حاجة في القانون كالتالي. قلت لك إنه الثيتا هذه هي الزاوية بين الفيلوسيتي و الماغنتيك فيلد. كمان معلومة أخرى جدا مهمة، قوة المجال المغناطيسي هذه هي دائما عمودية على السرعة والمجال. عشان تتضح لك الصورة، لاحظ معي أنا رسمت لك 3D هنا، لاحظ معي هذا بلين ثلاثة الأبعاد. لاحظ معايا، جيت رسمت لك شحنة كيو، أوكي، ولما جيت حركتها لاحظ معايا تحركت بسرعة في هذا الاتجاه، نحطه بلون أزرق، أوكي، واتجاه المجال كان في هذا الاتجاه، نحطه مثلا بلون أحمر. لاحظ معايا راح ينتج عندي قوة مجال مغناطيسي، هذه القوة دائما تكون عمودية على كلا المتجهين، السرعة والمجال دائما عمودية، بمعنى الزاوية بين الاف بي و بين القوة والمجال 90، والزاوية بين القوة والسرعة 90. فهمت الفكرة؟ وهذا طبيعي. لاحظوا معايا، لو قلنا مثلا جينا رسمنا، قلنا مثلا هذا محور واي، لاحظوا معايا هذا محور واي لأعلى، هذا محور واي لأسفل، اوكي لأسفل سالب. لاحظ معايا مثلا هذا محور اكس، اوكي هذا محور اكس، مثلا هذا موجب وهذا سالب، وهذا مثلا نقول هذا محور زد. مو مهم، اهم شيء انا بس بوضح لك الفكره. لاحظ معايا الان جيت قلت لك مثلا كمثال انه هذا الان هنا هذه هي السرعه الفيلوسيتي، اوكي على محور اكس السالب، و المجال الكهربائي مثلا قلنا على محور زد مثلا بهذا الشكل أو بهذا الشكل، أوكي؟ لاحظ معي بقى، تخيل إنه دائما القوة تكون عمودية على كليهما، هذا باللون الوردي، بمعنى الزاوية هنا بين ال F وال ال هنا قلنا ال V وهنا ال B 90 وعمودي عليه، والزاوية بين ال F و ال V 90 برضو. فهمت الفكرة؟ أتوقع تخيل الموضوع ده وضحت. دائما قوة المجال المغناطيسي دائما عمودية على السرعة والمجال، أوكي؟ طيب هل بالضروري الزاوية بين، أنا بتكلم على إيش، الزاوية بين الفورس والبي والفيلوسيتي دائما الزاوية بيناتهم 90 على كلا المتجهين. يعني أنا كتبت لك الجملة هذه، لاحظ معايا، إذا ضربت متجهين كروس، هذا معلومة جدا مهم، إذا ضربت متجهين كروس بشكل عام، أوكي، في عندنا في القانون هذا عندنا إيش المتجهين اللي ضربتهم كروس؟ الفيلوسيتي والماغنتيك فيلد، أوكي، والمجال المغناطيسي، ما هم كميتين متجهة، فإذا ضربت متجهين كروس فإن المتجه الناتج يكون في هذه الحالة عندنا متجه الناتج هو متجه القوة، يكون عمودي على كلا المتجهين الأساسيين. هذا كلام جدا مهم، واضح؟ وهذا وضحته لك هنا في الرسم زي ما وضح لك هنا، واضح؟ طيب جيت كمان قلت لك، طب في حالة أبغاك تفهم أنت،
لو جيت قلت لك الآن هنا لو قلت لك إذا كان أنا عندي إذا كانت السرعة تساوي صفر، لو أجي أعوض في القانون هنا لعوضت عن السرعة بصفر، معناته الطرف اليمين بزيرو، بما أن الطرف اليمين يساوي زيرو إذن القوة المجال المغناطيسي أيضا تساوي زيرو. أوكي، وهذا كلام كتبت لك إياه هنا. هنا طيب نجد الزاوية، إحنا دائما نتكلم على إيش؟ لاحظ معايا، نتكلم على الزاوية بين القوة بين المجال المغناطيسي والسرعة. فلو أنا عندي، لاحظ معايا، لو أنا كمثال، لو أنا عندي المجال المغناطيسي بهذا الاتجاه، أوكي، وجي حط لك شحنة، الشحنة تتحرك، لما تتحرك تكتسب سرعة، يعني إيش؟ راحت في هذا الاتجاه، معناته السرعة كذا. طيب الآن الزاوية، الزاوية بين المجال والسرعة إيش حيكون؟ بما أنهم كلاهما في نفس الاتجاه فالزاوية بيناتهم زيرو، وإحنا نعرف إنه ساين الصفر بصفر، فبالتالي هنا لما تكون الزاوية زيرو فهذا كله بصفر، بالتالي المجال قوة المجال بتكون بصفر، واضح؟ الحالة الثانية لو أنا جيت، لو أنا جيت وقلت لك أن الشحنة تحركت في هذا الاتجاه، بما أنها تحركت في هذا الاتجاه معناته السرعة راحت في هذا الاتجاه. طيب الآن بقول لك ما هي مقدار الزاوية بين المجال والفيلوسيتي، فتقول لي والله كل واحد في اتجاه، معناته في هذه الحالة الزاوية بيناتهم 180، وأنا عارف إنه ساين 180 يساوي صفر. إذن ممكن يجيك سؤال في الخبر يقول لك إذا كان متجه المجال المغناطيسي ومتجه السرعة في نفس الاتجاه، إذن فالزاوية بيناتهم بصفر، وهذا يؤدي لأن قوة المجال المغناطيسي بزيرو. والحالة الثانية إذا كان كل واحد في عكس اتجاه الآخر، أتكلم على المجال المغناطيسي magnetic field والفيلوسيتي، إذن الزاوية بيناتهم 180، وبالتالي ساين 180 بصفر، وبالتالي يؤدي لأن الـ FB القوة المجال المغناطيسي بصفر، واضح؟ بس مو شرط، ركزوا معايا، مو شرط إنه الزاوية تكون 180، ممكن تكون أي زاوية بين إيش؟ الـ B والـ V. لكن لو كانت الزاوية، يعني مثلا لو جيت في هذه الرسمة، تخيل وقت آخر الرسمة، لو جاء مثلا قال لك إنه والله السرعة برضو في نفس اتجاه المجال هنا، معناته هنا ما في قوة لأنه الزاوية بيناتهم بصفر. أو جاء قال لك مثلا، تخيل لو قال لك أنا مثلا ال 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 الفيلوسيتي في ذا الاتجاه، أنسى هذا، وتجي تطلع الزاوية بيناتهم كم؟ 180، صح؟ وساين 180 بزيرو، وبالتالي ما في قوة مجال مغناطيسي، واضح؟ طيب باقي الآن لاحظ معايا، أنت قلت لي إنه الـ FB هذه قوة المجال المغناطيسي دائما عمودية على الـ V والـ B، صحيح؟ عمودية، شوف الرسمة، يكون لأعلى، صح؟ لا، حالتين تكون لأعلى العمودية، إما تكون لأعلى أو تكون لأسفل، صح ولا مو صح؟ بالتالي أنا عندي احتمالين لي أو اتجاه قوة المجال، هو عمودي على الـ B والـ V، لكن عمودي إما لأعلى أو لأسفل، صح؟ مو الزاوية 90، بديك بشكل، أنا بديك برسم لك مثلا 2D، لاحظ معايا، خلينا نحط بلون أسود، ممكن أنا أقول لك هذه الزاوية 90، صح؟ ممكن أقول لك أيضا، ونمسح مثلا هذه، ممكن أقول لك مثلا هذه الزاوية 90، صح؟ صح ولا مو صح؟ فأنا عندي حالتين لاتجاه إيش؟ قوة المجال المغناطيسي، إما تكون لأعلى أو لأسفل، يعني بمعنى آخر إما تكون عمودية من في اتجاه الأعلى أو عمودية اتجاه الأسفل، واضح؟ طب كيف أحدد اتجاه قوة المجال المغناطيسي؟ يقول لك باستخدام قاعدة اليد اليمنى الرايت هاند رول، أوكي؟ ترجعوا هنا، كل الكلام هذا اللي لاحظوا معايا، ها اللي أنا قلته بالأحمر ذا. طيب القانون هذا هو نفسه،
باقي حاجة نسيت أقول لكم عليها، وحدة ال ال أنا كتبتها هنا مكتوبة مش مكتوبة، وحدة ال المجال المغناطيسي هنا ما قلتها. تسلا احفظوا هذه كمان، وحدة اليونت حق المجال المغناطيسي يسمى تسلا، اوكي تسلا اوكي، او نيوتن على متر بسكت، ما عليكم منهم شاهد الوحدة نيوتن بير كولوم يسموها تسلا، نيوتن بير كولوم متر بير سكند، نيوتن نيوتن على كولوم ضرب متر بير سكند، واضح؟ او تسلا، واضح؟ طيب هنا بس خلينا اوضح نقطة باستخدام قاعدة، ما ادري اذا قاعدة اليو ديدلم عندكم موجودة ولا، بس انا بشرحها احتياطا. انا جيت لخصت الكلام اسهل من الكتاب هنا عندكم، بس ما لقيت في السلايدات. لاحظ معايا هنا نحدد اتجاه بما لا شوفوا الوحدة هنا، وحدة المجال المغناطيسي تسلا او نيوتن على كولوم متر بير سكند، تسلا اور نيوتن على كولوم ضرب متر على سكند. طيب قاعدة اليد اللي شوف، انا جيت سويت لك هنا رسم باليد بسيط مبسط، نعرف انه لاحظ معايا المجال عندنا القانون حقه اللي هو الاف بي عبارة عن الكيو في الفي صح؟ في كروس بي صح؟ فانا عندي كروس برودكت بين الفي والبي. لاحظ معايا القاعدة بكل بساطة لخصها لك في ثلاث في خطوتين، يقول لك point your right hand finger in the direction of velocity، اوكي يقول لك ضع اصابع يدك اليمين افردها في اتجاه السرعه، اوكي شوفوا زين في الرسم عندي، مثلا انا جيت حطيتها كده فردتها على ايش، على ايش الصفحه، ان شاء الله حاوضح كده في فيديو ممكن توضح لكم الفكره اكثر، في اتجاه ايش حركة ايش الفيلوسيتي. بعدين يقول لك لف كير يور فينجر، لف اصابعك في اتجاه المجال المغناطيسي. شوف هو لما تجي تعمل كير كذا تلف اصابعك في اتجاه المجال المغناطيسي ايش يصير عندك؟ حيكون عندك حالتين، اذا الشحنة موجبة اوكي في اتجاه قوة المجال المغناطيسي في اتجاه ابهامك. لاحظ معايا لو كانت الشحنة موجبة فهذا إبهامك هنا، لاحظ معايا حيكون عندك الإيش اتجاه الـ FB لأعلى، لو كانت الشحنة سالبة قوة المجال المغناطيسي حيكون في عكس اتجاه إيش إيش إبهامك يعني الأسفل، عشان كذا قلنا في عندنا اتجاهين للـ FB، إما يكون لأعلى مع الشحنة الموجبة في اتجاه إبهامك أو لأسفل، واضح؟ طيب صعب اوضحها كده بفيديو على ورق، لكن ان شاء الله انا احاول ايش انزل كده فيديو مبسط على الموضوع ده، اوكي هنا في سيكشن جديد بعنوان سيركوليتنج شارج بارتيكل، انا بضيف هنا مثال من عندي طبق عليه هنا برضو بس بوضح لك الامثله، يعني هذا خلاص تكلمنا عليه خطوط المجال الكهربائي، تكلمنا عليه ايش بشكل موسع، اوكي شوفوا هنا خارج من القطب الشمالي وداخل على القطب ايش الجنوبي، هذا مثال كان موجود بس محذوف فكان بشرحه، بيقول لي لاحظ معايا انا عندي مجال مغناطيسي منتظم مقداره 1.2 ملي تسلا، هذا البي قال لي is directed vertically upward، اوكي هذا المجال المغناطيسي اتجاهه vertically upward يعني ايش عمودي لاعلى، شوف جاء موضح لك بالرسم لاحظ معايا جاء قال لك المجال المغناطيسي بهذا الاتجاه باللون البنفسجي،
لأعلى. طيب throughout the volume of laboratory chamber a proton, لاحظ قال في أنا عندي بروتون، نعرف البروتون شحنته موجبة with kinetic energy 5.3 ميجا إلكترو فولت. أوكي أعطاك طاقة حركية قدرها كم؟ 5.3 ميجا إلكترو فولت، هذه وحدة من وحدات الطاقة الحركية. أوكي قال لي هذه الطاقة الحركية تدخل تشامبر موفينج، حط لي خطنا موفينج هوريزنتال، تتحرك باتجاه شكل أفقي من الشمال إلى الجنوب. فأنا جيت، خلينا نكمل السؤال، قال لي what magnetic deflecting force، ما معنى deflecting force؟ معناته لاحظ معايا إنه لو أنا عندي أوكي شحنة تتحرك في هذا الاتجاه أوكي في قوة تؤثر عليها، فلاحظ معايا كل واحدة تدف الثانية، فكأنه ال- 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 الشحنات أو الحركة تكون بشكل دائري يعني تقريبا، واضح؟ هذا معنى deflecting force. طيب قال لي act on the proton is enter the charge، ابغى ايش؟ ابغى ال FB، ابغى ايش؟ قوة المجال المغناطيسي. طيب لاحظ معايا انا عارف القانون، القانون عندي ال FB عبارة عن كيو في بي ساين الزاوية، حلو؟ طيب اول شيء طبعا اعطاك كمان انه ايش كتلة البروتون 1.67 × 10^24 كيلو جرام. قال لي تجاهل ايش؟ مجال المغناطيسي ايش للارض. طيب جيت طبقت القانون عندي الف بي عباره عن كيو في بي ساين الزاويه، لاحظ معايا ال- ال- البروتون تمام كشحنه نفس مقدار ايش الكترون، فاخذ قيمه مطلقه. السرعه ما اعطاني اياها اوكي، السرعه ما اعطاني اياها. طيب اعطاني البي، باقي الآن السرعة. أول شيء السرعة وجدها عن طريق قانون الطاقة الحركية، عارفين اللي عبارة عن إيش؟ الكايناتيك إنيرجي يساوي نص في الإم في الفي سكوير، عند الكتلة. باقي أجيب السرعة. أول شيء السرعة أحولها، أحول الطاقة الحالية طاقة حركية من إلكترو فولت إلى إيش؟ إلى جول، فأضرب في 1.6 × 10^19 هذه علاقة توقع موجودة في الشابتر الثاني والثالث توقع أوكي. أضرب لاحظ معايا 5.3 ليه ضربت في 10^6 لأنه هي ميجا، 5.3 × 10^6 أضربها في كم؟ أضربها في 1.6 × 10^19 أوكي. جيت حولت الطاقة الحركية طلعت 8.48 × 10^13 جول. أنا أجي أطبق علاقة الطاقة الحركية، أنا عندي الطاقة الحركية وعندي الكتلة وأبغى السرعة، إعادة ترتيب المعادلة زي ما تعلمنا، حيطلع معايا قيمة السرعة 3.2 × 10^7 متر بير سكند. خلص أنا أجي أعوض في هذه العلاقة، لاحظ معايا أحتاج الزاوية، الزاوية بين لاحظ معايا بين الفيلوسيتي والمجال المغناطيسي. هو إيش قال لك؟ هو قال لك انه البروتون يتحرك هوريزنتالي افقيا من الشمال للجنوب اوكي، وهو قال لك يتحرك افقيا من الشمال للجنوب. فانا جيت فرض من عندي انه هذا هو الساوث وهذا هو النورث، في مشكله اوكي. فلما يتحرك افقيا لاحظ معايا حيتحرك كذا، هذا الفيلوسيتي. طيب ما مقدار الزاوية بين المجال المغناطيسي والفيلوسيتي؟ واضح انه 90، اذا فاجي اعوض الزاوية هنا ساين 90. وضحت الفكرة؟ هو قال لك انه هو قال لك المجال المغناطيسي ابورد فرتيكلي ابورد، وقال لك انه ال- 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 البروتون يتحرك من الشمال للجنوب، فانا فرض انه هذا هو الساوث وهذا هو النورث، مشيت كذا. الزاوية بيناتهم كم؟ 90، واضح؟ طيب وعرف انه ساين 90 بواحد، وانا عندي شحنة البروتون نفسها شحنة كقيمة كشحنة الالكترون، وعندي السرعة طلعتها والمجال طلعت قيمة ايش؟ ال FB. باقي الآن أحدد اتجاه القوة، لاحظ معي بكتفون الفكرة الآن.
لاحظ معايا، ركز معايا، طبق قاعدة اليد اليمنى. قلنا أنا فرضت فرض عادي، أنت ممكن تفرض العكس، أنا فرضت هذا الساوث هذا النورث، حلو؟ وهذا إيش؟ اتجاه المجال المغناطيسي بي، مظبوط؟ ركز معايا الآن هنا، هو جاء قال لي إنه الشحنة تحركت من الشمال للجنوب بشكل أفقي، يعني كذا شكل أفقي كذا هوريزنتال، صح؟ من الشمال للجنوب، تبى تفرض الشمال للجنوب، تبى تفرض الساوث هنا والنورث هنا، صح؟ تبى تفرض الساوث هنا والنورث هنا، صح؟ المهم انه افقي هذا الخط، انا فرضت انه الساوث يسار والنورث جنوب، حلو؟ تعال طبق قاعده اليد اليمنى عشان تحدد اتجاه قوه المجال المغناطيسي، تحط اصابعك في ذا الاتجاه لانه السرعه كذا، اوكي؟ قلنا اصابعك في اتجاه ايش؟ السرعه، فاصابعك كذا، نحط يلا اصابعك بلون اخضر كذا، اوكي؟ بعدين لفها، لفها اللي باللون، لفها في اتجاه المجال. انت لو تلفها في اتجاه المجال، لحظة تبرمها، حتكون لوين؟ ها حتكون اصابعك هذه لاعلى لانه المجال اللي فوق، وبالتالي ابهامك حيكون لوين؟ ابهامك حيطلع، حيطلع كيف؟ يعني في البعد الثالث. خليني اوضح لك بشكل افضل. الان لاحظ معايا هنا، لو انا فارض انه 3D كده، اوكي؟ لاحظ معايا، لو انا فارض انه هو حسب كلامه بيقول لي انه ال حط بلون ازرق، جاء قال لك انه الاول شيء قال لك انه لو نفرض هذا اس وهذا نورث، مظبوط؟ لاحظ معي، هو جاء قال لك انه السرعة اتجهت كذا بالحركة دي، اوكي؟ هذه ايش؟ الفيلوسيتي من الشمال للجنوب، اوكي؟ وقال لك، لاحظ معايا، قال لك انه تعال نجي لاحظ معايا هذا البعد، هذا اللون الاخضر هذا نخلي بلون احمر، هذا 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 حق محور ايش؟ المجال، المجال عمودي، قال لك ابورد، اوكي؟ نفرض انه ابورد كذا، نحطه بلون اسود، اوكي؟ هذا المجال المغناطيسي. القوة دائما تكون عمودية، صح؟ تكون عمودية، صح؟ لاحظ معايا، لو نفرض انه هذا مثلا نقول هذا الشرق وهذا ايش؟ الغرب، ويست. لاحظ معايا، لاحظ معايا هنا حيكون عندك اتجاه المجال في اتجاه الشرق، وضحت؟ ابغاك تخيل الموضوع بشكل افضل. انا ان شاء الله حانزل فيديو على اتجاه شكل ايش، كيف نحدد اتجاه ليش هو على الشرق هذا، اوكي؟ لو واحد جاء قال لك انا لو جيت فرضت انه هذا الساوث وهذا النورث، فالسرعه في حركه السرعه كذا الفيلوسيتي، والبي كذا، اوكي؟ انت اول شيء تلف اصابعك، تحط اصابعك في اتجاه السرعه كذا، وتلفها في اتجاه المجال اللي على كذا، اوكي؟ فابهامك حيروح لوين؟ ابهامك الشحنه موجبه حيكون ايش؟ حيكون في اتجاه ايش؟ الشرق كذا، هو نفسه بس انت في الحاله دي في الشرق اليمين. ما فهمت؟ ان شاء الله حنزل الفيديو او ادور فيديوهات على اليوتيوب تكون افضل، واضح؟ اوقف هنا، اكمل الفيديو القادم ان شاء الله، اتكلم على السيركوليتنج شارج بارتيكل.